السلام ومرحبا بكم، رجعنا لكم اليوم كالعادة في فيديو جديد، وباش نحكيو على البطولة الوطنية الرابطة المحترفة الأولى اللي غدوة إن شاء الله باش تنطلق الجديات. غدوة باش نشوفوا التنافس بين 6 فرق على لقب البطولة اللي باش يكون في نظام المجموعة وباش يكون فيها ذهاب وإياب. لكن السؤال اللي يطرح نفسه لهنا مع تنافس الفرق هذه 6 على لقب البطولة، وباش نحكيو أكثر ونفسرو ونحاولوا انه باش نبينوا شنو هو الامتيازات لما تجي الاول والثاني. هي صحيح ما تخفى لحد، لكن باش نذكروا لكونه لما تجي الاول والثاني باش تكون عندك الاولويه وباش تشارك، مش تكون عندك الاولويه باش تشارك في دوري ابطال افريقيا الموسم القادم. اذا كان باش تكون في المركز الثالث باش تضمن المشاركه في كاس افريقيا الموسم القادم، واذا باش تكون في المركز الرابع ويكون واحد من الاول ولا الثاني ولا الثالث مترشحين الى نهائي كاس تونس باش تلقى روحك انت صاحب المركز الرابع، معني بانك العام الجاي تشارك في مسابقه افريقيه. وباش نرجعوا نحكيوا اكثر بالديتاي ونفسروا كالعاده، لكن قبل ما نبداو نحكيوا ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وتنزل عنا قوس باش اول فيديو جديد يهبط يوصلك. كما حكينا وكما قلنا اللي كونوا المباريات هذه باش تتلعب على 4 ملاعب، الاربعه ملاعب فيهم اناره، الاربعه ملاعب يتسميوا من احسن الملاعب في تونس. لكن نقطة استفهام، المباريات باش تكون تتلعب في القايلة، باش تلعب في ماضي ساعة ونص والحال صيام واخر رمضان وتعب وشقاء، مش كيما انك انت تكون في اول رمضان ونسق نتاع المباريات، مش تكون في اخره، ديما باش يظهر التعب، ديما باش تكون. يعني نقول لكم اليوم انه غدوة وبعد غدوة باش نشوفوا مباريات مملة، باش نشوفوا مباريات الريتم فيها طايح، مانيش باش نشوفوا برشا حاجات، مانيش باش نشوفوا فوليوم دو جو. علاش؟ على خاطر الصيام والتعب راه عنده تأثير ودور كبير في تألق الملاعبية وإلا عدم التألق نتاعهم. ونقولوا احنا بلغة الكورة ما يبداوش في نهارهم وما يلقاوش الروبير نتاعهم، وهكا احنا كمشاهدين ولا محللين فنيين باش نخسروا برشا حاجات باش نجموا نحكيو فيهم. وكمشاهد وكمستمتع بكرة القدم في تونس باش نخسروا برشا متعة في الكرة لما تكون مباراة مملة ويكون في طقس حار كما الأجواء متاع تونس توا، إنه هو الطقس حار شوية وتكون في ماضي ساعة ونص وزيدهم الصيام وقت اللي الملاعب هذي مجهزين بالإنارة ونجموا نلعبوا في الليل. شفنا دوري أبطال إفريقيا، شفنا الترجي الرياضي التونسي كان لعب معناها العشرة متاع الليل، معناها حاجة عادية نجموا نأملوا المباراة. لكن كالعادة الداخلية تطربنا بكونه يقول لك انا ماذا بيا الجمهور الزائر ما يحضر ليش في التيران، معناها لهنا ولا الجمهور مشكل في كرة القدم. باش نتعدي ونحكيه على الرابطة المحترفة الاولى، وباش نحكيه على الجامعة التونسية لكرة القدم والتلفزة الوطنية. الجامعة التونسية لكرة القدم اللي اعطت مهلة للتلفزة الوطنية اللي هي اليوم الاربعاء الصباح انه باش يقعدوا يحكيوا ويتفاوضوا. والجامعة التونسية لكرة القدم كان اعطت وقت للخلاص نتاع الديون، الخلاص الديون اللي باش يمتد حتى كش الماي 2024. لكن التلفزة الوطنية لا مجيب ولا تريد انها هي تعدي المباريات، ولهنا الخاسر الاول والاخير هو المشاهد، هو المواطن اللي يستنى في ماتش نتاع كورة باش يوسع باله باش يتفرج وباش يعمل كيف على جمعيته. التلفزة الوطنية هي قاعدة تساهم في انك باش انت ما تتفرجش وانا ما نتفرجش. كنا نحبذوا انه يلقاو صيغة تفاهم، خاصة مع التجاوب الكبير للجامعة التونسية لكرة القدم وقت اللي هي عطاتك معناها اوفر وقالت لك خلصني من هنا حتىكش لشهر ماي 2024. ما نتصورش باش يكون في عجز كبير. على فكرة الديون بعد الموسم هذايا باش تكون ديون للتلفزة الوطنية لدى الجامعة تقدر ب 10.5 مليون دينار. غدوة إن شاء الله حتى المباريات من غير التلفزة الوطنية وما يش باش تكون على المباشر، لكن بحضور الفار وكيفاش باش تعديو مباريات في الفار، وإن شاء الله ما نشوفوش العجب والعجائب متاع الفار في إفريقيا، نشوفوها في تونس ومأساة الفار. إن شاء الله نشوفوا الأمور تمشي كما نحبوا احنا، وان شاء الله نشوفوا الفرق تاخو حقها، وان شاء الله نشوفوا الفار يخدم احسن خدمه، خاصه انه باش يكون متواجد في مباريات نتاع البلاي اوف هذي، وباش يكون زاده في البلاي اوت باش يكون زاده متواجد الفار. باش نرجعوا تو نحكيوا على الجمعيات ونحاولوا نفسروا اخر الاستعدادات نتاعهم، وباش نحكيوا على المقابلات ان شاء الله باش تلعب غدوه مقابله النادي الافريقي ضد الاتحاد الرياضي المونستيري، مباراه التاكيد
والا مباراه العوده للاتحاد المونستيري النادي الافريقي اللي مر بفتره انتعاش في المده هذه، خاصه بعد 3 انتصارات في الجولات الاخرانيين 3 ضد كل من مونستير والترجي جرجيس وهلال الشابه. وهنا نشوفوا في النادي الافريقي منتعش بالفوز هذايا، والا قدام عوده الاتحاد الرياضي المونستيري، الاتحاد الرياضي المونستيري اللي بصراحه في منذ عوده البطوله في مباريات الاياب قدم مباريات ما هيش في قيمه الاتحاد الرياضي المونستيري، خاصه انه ضيع برشا نقاط واخرها خساره مع جرجيس. باش نتعداو كذلك نحكيو على مباريات نهار الجمعه ان شاء الله. نهار الجمعه الترجي الرياضي التونسي باش يستقبل النادي الرياضي الصفاقسي بعد الخيبة اللي صارت له ضد الوفاق ستيف وخروج من الدور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، باش نشوفوا الترجي الرياضي التونسي باش يحاول يرد الفعل، باش يحاول يرد الاعتبار لنفسه. ترجي فريق كبير، ما نتصورش كان باش تعدى مباراة سهلة. النجم الرياضي الساحلي والاتحاد بن قردين، النجم الرياضي الساحلي اللي اعترض على تعيين يوسف السرايري وبرشا تذمر خاصة في الجماهير نتاعو، وهكا ان شاء الله نكونوا حكينا جروسو مودو، حكينا بالمجمل، حكينا على الجامعة التونسية لكرة القدم المنتخب الوطنية، حكينا على الفرق واخر استعداداتها، وان شاء الله للمباريات اللي باش تكون منقولة غدوة وبعد غدوة، كذلك ان شاء الله نكونوا حكينا على الفار وما ادراك ما الفار، وحكينا على عدم الجاهزية في التنظيم والفوضى اللي نشاهدوا فيها مباراة تلعب في القايلة. شكرا على المشاهدة، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة، صباح الخير نسكل.